اهلا بحضراتكم معانا مره تانية، نكمل اخبارنا ونوصل معاكم للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدوله للانتاج الحربي، اللي شاهد احتفاليه بمناسبه العيد ال 68 للانتاج الحربي بحضور نخبه من قاده الوزاره والهيئه والعاملين. اوضح خلالها المهندس محمد صلاح الدين ان هذا العيد ياتي للاحتفال بذكرى انتاج اول طلقه ذخيره مصريه بشركة للإنتاج الحربي، والاحتفال فرصة حقيقية للوقوف على ما حققه عمال الإنتاج الحربي الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة، ويأتي مناسبة لاستشراف مستقبل أفضل لأبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل. وأكد أخيرا أنه بمجهودات العمال وتوجيهات القيادات بالإنتاج الحربي بلغ إجمالي إيرادات النشاط 25.8 حوالي 26 مليار جنيه سنة 21-22، بينما في 2021 بلغ 20 مليار جنيه بمعدل نمو 28.3%، يعني عندنا 30% نمو في الإنتاج الحربي. بمناسبة هذا الاحتفال أطلقت وزارة الإنتاج الحربي فيلم تسجيلي بعنوان صناعة الإرادة. هنشوف جزء من الفيلم ونحيي معا رجال الانتاج الحربي في مصر، لانه الحقيقه انه يعني شيء رائع جدا ان انت توجد اسواق وان انت تعمل ايدكس المعارض بتاعه الاسلحه، وان انت تعرض حاجات كتير احنا بنشوفها على مدار العام، بنشوف مع حضراتكم مركبات ومعدات ودبابات ولا يعني مصر فعلا بدات تنتج حاجات جيده يشار اليها ويحتاج إليها في سوق السلاح في العالم كله. تعالوا نشوف جزء من الفيلم ده ونرجع معاكم. صناعة الإرادة. عراقة القصر ده شهد التاريخ سنة، كل اللي نقش على جدرانه فيها قصة وحكاية. صناعة شكلتها الإرادة من قديم الزمان، وأحياها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لما قال: كنا نريد الاستقلال حتى نصنع حياتنا بحرية. كنا نريد الاستقلال حتى نستطيع أن نصنع حياتنا في حرية. كان حلم بيسعى ليه كل مصري ووطني ومخلص، إننا نصنع وننتج. وفعلا بعد سنين تعب وكفاح قدرنا نصنع وننتج بحرية. حكاية النهاردة عن التصنيع العسكري اللي بدايته كانت عند قدماء المصريين لما صنعوا العجلة الحربية اللي نقشت على جدران المعابد والمسلات. تاريخ الطلقة دي كبير وعظيم ومليان بالبطولات والكفاح عشان نقدر نمتلك القوة ونحقق السلام. أصل إنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه. النهاردة بقى هنلف شوية جوه خطوط إنتاج مختلفة، وحنتعرف على قصص وحكايات كتير جداً من داخل المصانع الحربية. يلا بينا. يا ألف أهلاً وسهلاً. يا أهلاً بيكي. أتعرف بحضرتك؟ شعبان محمد بهنسي أحمد أبو يوسف، سن 81 سنة. ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يكرمك. إحساسك إيه وإنت بتصنع الذخيرة اللي جنودنا بيحاربوا بيها في 73؟ يا مبسوط بيشتغل ليل ونهار، واللي عاوز يطبق في الوردية يطبق. الذخيرة دي بقى صنعوها يعني نشتغل المكان شغال 24 ساعة. 24 ساعة. وبعد كده الانتاج يطلع نحملوه وعربات الجيش بتيجي تاخده. ايوه. وعلى الجبهة على طول.
عايزة أتعرف على حضرتك وعايزة أعرف كمان بتشتغل إيه في المصانع الحربية. تمام، أنا أحمد عاطف عامر، أنا كيميائي شغال مشرف على إدارة العامة لتجميع الذخيرة الصغيرة في مصنع 300 الحرب. يا أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. أقدر أعرف سنك قد إيه؟ أنا 37 سنة. ما شاء الله، اسم الله عليك. عايزة أقول لك إن أنا السنة اللي أنت اتولدت فيها أنا اشتغلت في المصانع الحربية. كنت الحقيقة بتدرب، أنا خريجة كلية التجارة جامعة عين شمس، ووالدي الله يرحمه كان شغال في المصانع الحربية، تحديداً في مصنع 909 الحربي، ويعني كان ممكن أبناء العاملين يتدربوا في المصنع، فأنا في 3 شهور اشتغلتهم في مصنع 909 في الحسابات تحديداً، كان سنة 86، يعني السنة اللي أنت اتولدت فيها. اتشرفت بيه، ببقى فرحانة وفخورة جداً جداً أن يبقى في شباب زي حضرتك نتشرف بيهم وبيشتغلوا في مصنع من أعرق المصانع. كلمني عن طبيعة شغلك. إحنا بنصنع الذخيرة الصغيرة. الذخيرة الصغيرة بنقصد بيها الذخيرة من أول 9 ميلي لحد الذخيرة اللي هي نص بوصة، بيدخل في النص 5.56x45، سلاح الكلاشينكوف 39، 7.62x51. كل ده إحنا بنصنعه في مصر؟ كل ده بنصنعه ذخيرة صغيرة في مصر. ده احنا بنصنعه من الالف للياء، يعني مش بنجيب حاجه من بره، كله تصنيع محلي 100% بايدين مصريين، اللي بيشغل مصريين، كل حاجه مصري في مصر. يعني خلونا في وقت غير وقت البرنامج يكون وقتنا متسع اكتر، نشوف صناع الاراده بالكامل، ونشوف يعني هذا الفيلم الجميل، وخصوصا ان هو من تقديم زي ما شفته كده، الطريقه البسيطه اللطيفه والاداء اللي بيدخل القلب للنجمه الجميله الصديقه الفنانه نشوى مصطفى. تعالوا نروح ل مع قرب كوب 27 يتحدث الجميع عن الاقتصاد الاخضر. طب هو الاقتصاد فيه الوان؟ ايه بقى فكرة الاقتصاد الاخضر؟ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اعد فيديو للتعرف على ما هو وما قيمة وكيف نصل الى الاقتصاد الاخضر. تعالوا نشوف جزء كده وبعد كده نرجع مع حضراتكم مع ضيفتنا لهذا اليوم. الاقتصاد الأخضر هو خطوات اقتصادية للتحول لإنتاج أقل في انبعاثات الكربون، وبيراعي استمرارية الموارد الطبيعية، والمجتمع بيكون الأولوية. تقليل البطالة والنمو الاقتصادي بيتم بالتوازي مع مراعاة التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية للحيوانات والنباتات. أهم الطرق للتحول للاقتصاد الأخضر بيتم في الأول عن طريق دعم الحكومة للاستثمارات العامة والخاصة عشان تزود مشروعاتها اللي بتراعي ده، زي النقل النظيف والصناعة المستدامة والمباني الخضراء. المجتمع المحلي بيلعب دور قوي جداً في نجاح التحول. مساعدة الدول الأضعف للتحول من أهم الطرق لنجاح العالم في ده. حقيقة حاجة جميلة جداً، وعايزين يعني زي ما قلنا كده الأستاذ علي رضا قال إن نقل السياح وكل الاحتياجات الأثرية أصبحت صديقة للبيئة، ما بنشوفش دخان، ما بنشغلش مكنة لإضاءة أو لصوت وضوء أو أي حاجة بتطلع دخان أو بتلوث البيئة. عايزين دايما نبقى واخدين بالنا من استدامة التنمية في بلدنا. طيب، أنا بيشرفني جدا يكون معايا الإعلامية حدة حزام، مدير تحرير جريدة الفجر الجزائرية عبر تقنية زوم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أهلا أهلا بحضرتك معانا. وبك أهلا. من الجزائر يسعدني أن أنا أعرف من حضرتك يعني كيف نعول على هذه القمة ونحدث تحريكا في الماء الراكد لدى الإعلاميين والصحفيين في العالم كله اللي بيتهموا قمم دولنا بأنها لا تراوح مكانها وأنها لا ينجم عنها إلا الشجب والتنديد والمطالبات، وأنها دول ليست لها إرادة حقيقية للتغيير، بينما احنا شفنا
موقف رائع للدول من إنتاج البترول ومطالبات أمريكية بزيادة هذا الإنتاج لتخفيف الأزمة بعد حرب أوكرانيا مثلا، ورفض الدول العربية مجتمعة. مساء الخير مرة أخرى. أعتقد أنك تتحدث عن موقف الخليج، خاصة موقف المملكة العربية السعودية، وهذا موقف مشرف وغير مسبوق بالنسبة للأمير الشاب ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، الذي تغيب لأسباب صحية عن القمة للأسف. بالنسبة للإعلام هو محق في شيء ما، لأن كل القمم كانت تعالج نفس المواضيع، لكن لما يأتي دور للتطبيق يغيب التطبيق. ولذلك الإعلاميون في الحقيقة هم صحيح هم يعني يشجبون ويلومون أن القمم والدول لا تلبي رغبات شعوبها ولا تؤدي ولا تطبق ما يتفق عليه في القمم عادة، لكن أعتقد أنه هذه المرة يجب أن نكون متفائلين رغم الغيابات، رغم بعض الغيابات من وزن محمد بن سلمان على القمة الذي له عذره المقبول طبعا. أول مرة تكون هناك إرادة حقيقية مثلا في برمجة القضية الفلسطينية والمطالبة ب يعني إقامة الدولة الفلسطينية في حدود 67، وشال أمين عام للأمم المتحدة الحاضر في القمة لتكون يعني لتقوم هذه المنظمة بدورها لإعطاء دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهذا مهم جدا. هناك أيضا بالنسبة لقرارات اقتصادية، وهذا أيضا مهم جدا، لأن العالم العربي يمثل 43% من الطاقة التي يحتاجها دول العالم، لكنه من جانب القرار هو مغيب في الكثير من القضايا الدولية وحتى القضايا التي تخصه في الحد ذاته. لكن هذه المرة أعتقد أن الخليج خاصة الذي هو أكبر منتج للنفط والغاز اتخذ موقف مشرف في قضية الأزمة مع أوكرانيا، حيث رفض ضخ المزيد من طاقة لتخفيض الأسعار، وهذا في مصلحة روسيا التي تقوم بدور مهم لإعادة تشكيل الخريطة الجيوستراتيجية للعالم وإجبار أمريكا على التنحي عن جهيتها وتدخلاتها في العالم وإدارتها للحروب بعيدا عن أراضيها، وإنما أضرت بمجتمعاتنا العربية في الحقيقة. طيب أستاذة حدة، يعني سعيد جدا بعنوان هذه القمة وشعارها وهو لم الشمل، لأنه من المعروف أنه من المستحيل أن تتكافل دول ومجتمعات وإمارات ومملكات وممالك ليست بينها شمل ملتم يعني، فسعيد جدا بهذا الشعار. وأول محك حقيقي واختبار هو الأعمال التحضيرية اللي تطرقت للأمن الغذائي، واللي كانت واضحة في كلمة معالي أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط بأن المنطقة تتعرض لفقر غذائي، وحنتحدث لاحقا عن الفقر المائي. ماذا تتوقعي أن يحدث وكيف تسديد لهذا الفقر الغذائي؟ في الحقيقة الفقر الغذائي لا تعاني منه المنطقة العربية وحدها، أزمة أوكرانيا وقبلها أزمة كورونا جعلت هذه الأزمة أكثر خطورة بالنسبة للعالم العربي. وهذا يعني كنا نحن من جهتنا في الجزائر وخاصة في صحيفة الفجر أنذرنا منه منذ بداية أزمة كورونا، لأننا كنا نتوقع أن يعني دورة التوزيع الأغنياء وخاصة القمح والحبوب بصفة عامة ستتأثر بسبب التضييق والغلق الذي عاشه العالم بأسره بسبب جائحة كورونا. هناك دول منتجة للقمح مثل السعودية، وهناك إمكانيات وطاقة موجودة على لدى الجزائر لو تستغل وتستثمر يعني استثمار عقلاني
هناك لدينا صداقة كبيرة أيضا مع روسيا التي تعد أحد المنتجين الكبار للقمح، وهي لم ترفع من أسعار القمح بالنسبة للعالم العربي، وهذا مهم جدا. هناك الحالي المشكل في موارد أوكرانيا التي كانت أكبر موزع لمادة القمح في العالم، وهي تأثرت بسبب الحرب مما أدى إلى نقص هذه المادة في الأسواق العالمية، وفي أوروبا بنفسها تعاني من أزمة في هذا الجانب. لكن بالنسبة للبلدان العربية لدينا إمكانيات ولدينا مساحات ويمكن استثمارات منتجة في هذا الجانب لتخطي هذه الأزمة. والجزائر لديها مساحات واسعة في الصحراء، وأثبتت زراعات الصحراوية أنها قادرة على سد هذه الفجوة. أستاذة حدة، يعني في بعض القادة لأول مرة بيحضروا القمة العربية في الوقت اللي بيغيب عنها العاهل المغربي وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. حضرتك قلتي أنه لأسباب صحية مش موجود، لكن هل نعرف لماذا لم يحضر العاهل المغربي، ومن هم القادة اللي بيحضروا لأول مرة؟ القادة الذين يحضروا لأول مرة هو أعتقد أنه ممثل المنظمة الإفريقية، وأيضا ممثل منظمة عدم الانحياز. أيضا أعتقد أن المؤمن عام الأمم المتحدة هي أول مرة يحضر لهذه القمة على ما أعتقد، لست متأكدة تماما من هذه الفكرة. ربما القائد الذي يحضر أول مرة هو الرئيس العراقي الذي تم انتخابه مؤخرا، وهي أول مرة أول قمة له، وأعتقد أنها أيضا أول خروج من العراق في مهمة. غابة لبنان بسبب أن نهاية عقدة رئيس غابة عن القمة، وهذا يعني ما له عذر. محمد بن سلمان اتصل برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون واعتذر، وهو الوحيد الذي اتصل واعتذر عن غيابه، وكان متوقع حضوره، لكن أعتقد ليس فقط لأسباب صحية وإنما لأسباب أمنية، مثلما تداولته بعض المواقع الإخبارية أنه مهدد من طرف أمريكا، ولذلك لم يخرج من المملكة. وما بلغني أنه ألغى كل رحلاته للفترة القادمة. لكن غياب محمد السادس كان متوقعا، وهو أيضا له ظروف صحية شديدة جدا، وإن كان يتحجج بسبب المشاكل الإقليمية. في الحقيقة لم نكن نتوقع بقوة أن يحضر الملك المغرب، رغم بعض الوسائل الإعلام التي أعلنت عن حضوره، وكيف يعني أن يحضر رغم يعني قطع العلاقات بين بلدينا، إلا أن هناك وفد مهم على رأسه وزير الخارجية بوريطة، كان حاضرا وقال ما أراد في بشأن جدول الأعمال، وحتى أنه حاول إحداث شوشرة لكنها مرت بسلام، وهو استقبل بحفاوة على مثل ما استقبلت كل الوفود الضيفة الجزائر. طيب اسمح لي يا أستاذة حدة، الجزائر التي استضافت 4 قمم عربية سابقة، واليوم تبدأ القمة العربية 31 في يوم التحرير، يوم الاحتفال بالثورة التحرير الجزائرية. من المؤكد أن هذا له دلالات ويشي باهتمام كبير من الجزائر للم الشمل العربي. هسمع من حضرتك عن هذا الموضوع بعد فاصل إعلاني قصير. تفضل.